في جانب المدينة الأيمن يوجد هذا المجمع لطلبة جامعة الموصل بحي المنصور، اتخذته دائرة صحة نينوى مكانا للحجر الصحي وإجراء الفحوصات على المواطنين لعدم استيعاب مشافي المدينة للمصابين. فواقع الصحة وبحسب مواطنين ومراقبين مزر للغاية وبشكل غير مسبوق. والله الحمد لله هنا حاليا باقي المستشفى حيزين. احنا نشكر القوات الأمنية والكادر الطبي تعاونهم مع العالم، بس غير مستشفيات والله ما حد يستقبل. فاحنا على الشفاء يقول احنا ما عندنا مكان وازدحام والعالم تقع برا بالشارع. الواقع الصحي في محافظة نينوى خاصة بعد تحريرها في عام 2017 واقع مزري جدا، ودليل بأنه ثلاث مدراء يتغيرون في محافظة نينوى وفي مديرية الصحة. معقولة 4 ملايين يفحص منهم 30 إلى 40، ونحن نسبة الإصابات عندنا حاليا تجاوزت أكثر حاجز 300 قبل كم يوم. المساحات التي تجريها صحة نينوى يوميا لا تتعدى 50 مسحة، وهو ما لا يتناسب مع الإصابات التي تسجلها المدينة بشكل يومي وبأعداد لم تكن في الحسبان يوما كما يرى مختصون. طبعا الواقع الصحي في مدينة الموصل في أسوأ حالاته نتيجة تزايد الإصابات بفيروس كورونا. طبعا المسحات التي موجودة في مدينة الموصل لا تتعدى أكثر من 40 إلى 50 مسحة، رغم أن هنالك أعداد المصابين تفوق يوميا الذين يطلبون مسحات وإجراء فحوصات أكثر من 200 و300 و400 إلى 500 شخص مشتبه به بإصابته بفيروس كورونا. المشكلة الوحيدة أن الأجهزة غير متوفرة. نقص الأجهزة وعدم التزام الحكومة بغلق المنافذ وتطبيق المواطنون الإجراءات الوقائية الصحيحة ربما سيجعل من المدينة حاضنة لفيروس كورونا وبشكل يصعب السيطرة عليه. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائي.